بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لمحاضرة الشابتر الخامس مود ديسوردر، اليوم ان شاء الله سوف نكمل. طبعا شرحنا في المحاضرة السابقة عن جميع يعني معلومات عن البايبولر والمود ديسوردر، وشرحنا عن البايبولر الاول. الان اليوم نشرح عن بايبولر 2 ديسوردر. يعني صراحة يعني هو أكثر يعني شيء ممكن نحن نتعرض له بايبولر 1، خاصة إنه بميزه إنه حيكون في اللي هو نوبة المانيك إبيسود أو المانيا، حتكون في يعني نوبة المانيك إبيسود عالية جدا واضحة في اللي هو البايبولر 1. لما نقول مانيا نربطها في بايبولر 1. بايبولر 2 يعني لو لاحظنا بايبولر 2 الآن أول شغلة كاتبينها must never have had full manic episode، لا يجب أن يكون هناك في مانيك إبيسود، لا في شغلات ثانية إحنا عندنا بتكون أقل، زي ما إحنا حنشوف هنا. هنا عندنا اللي هو الشكل العادي اللي هو المود العادي، هنا المانيا بايبولر 1، هي بايبولر 1 فيها مانيك إبيسود ممكن تخش لنا في ديبريشن. بالمناسبة إحنا موضوع الشابتر ميجر ديبريشن، ميجر ديبريسف ديسوردر أو ميجر ديبريشن ديسوردر، إحنا يعني في ناس بتدمجوا في المود ديسوردر إحنا دمجناه، لكن في محاضرة حنيجي لها لاحقا حتكون كامله عن اللي هو الدبريشن وانواعه، لانه الموضوع شويه كبير ايضا، يعني ما نقدرش نحن نحطه هنا. موضوع كبير عن الميجر دبريشن ديسوردر وانواعه وعلاجاته وشغلات كثيره حتتعلق فيه، حتكون ايضا يعني شامله، يمكن لحاله بده كمان ايضا محاضرتين. في البايبولر 1 احنا حنلاقي هنا مانيا، واحيانا حتجينا ايش دبريشن. في البايبولر 2 اللي احنا قاعدين نشرح عنه ممكن يكون عندنا اللي هو ديبريشن مع هايبومانيا، نيفر اللي هو يوصل لايش المانيا، اذا وصل المانيا بكون لا بكون احنا رجعنا للبايبولر 1، انه هنا بكون هو ميجر ديبريشن مع اللي هو الهايبو مانيا. طبعا اذا كان في هايبومانيا بتيجي معنا لازم يعني على الاقل انه يكون في قبلها نوبه اللي هو ايش اكتئاب جاي على الاقل في المقدمه، يكون لانه هنا احنا زي ما وضحنا هيك بايبولر مود ديسوردر. بايبولر 1 نوبه مانيا مع ممكن تيجي بعدها نوبه اللي هو ابيسود لل ميجر ديبريشن سوينج زي ما بيقولوها. بايبولر 2 بكون عندنا هايبومانيا مع اللي هو ميجر ديبريشن، لانه اذا اجت في زي ما بيقولوها اجت في البايبولر 2 هنا يعني هي بقول لك at least one past major depression and past hypomanic episode، اللي هو قبل الهايبومانيا لازم يكون عندنا اللي هو at least major depression episode جينا. type 1 at least had one manic episode، type 2 never had full manic episode زي ما تو احنا شرحنا. هنا طبعا diagnostic criteria عشان نقول انه هذا bipolar 2، في عنا at least one hypomanic episode and at least one major depressive، اللي هو على الأقل يكون عنا واحدة جاية قبلك hypomania وواحدة جاية major depression، ما يكون رقم اثنين ما يكون جاينا قبلك manic episode، لأنه احنا حنضطر نروح لmanic أو للbipolar 1. occurrence طبعا اللي هو not better explained by schizophrenia او سكيزو افكتيف ديسوردر او سايكوتيك ديسوردر، ما يكون متعلق في اللي هو موضوع في سايكوتيك ديسوردر او انه هو موجود في ديليوجن او شغلات زي هذه. هذه لا شغلات احنا مروا على زي ما حكينا سكيزو افكتيف ديسوردر، لما بكون مرتبط مع السايكوتيك بكون مرتبط مع نوبه اللي هو شغلات من الدبريشن او المانيا. ايضا هنا فريكوينت الترنيشن بتوين بيريود اوف ديبريشن اند هايبومانيا، طبعا لازم يكون في تناوب يعني او في يعني تغير في مره هيك ومره هيك. يعني هذه نوبة يعني الهايبومانيا طبعا يعني هي بتيجي يعني سهله اسهل يعني من البايبولر 1، ويعني ايضا تشخيصها بيكون سهل انه جاي اما هايبومانيا او ديبريشن، احنا على السريع بنقول عنها اللي هو هاي بايبولر 2. طبعا احنا ممكن تيجي اذا اجت يعني اذا اجت هايبومانيا مع ديبريشن نسميها بايبولر 2، لكن احنا ممكن في احيانا حالات تجينا اللي هو ميجر ديبريسيف ديس اوردر، هذه بتلاقيها يعني جايه اللي هو وذاوت مانيا او هايبومانيا. يعني حاليا الخص مره ثانيه، في عندنا بايبولر 1
بكون نوبة مانيا أو ديبريشن. بايبولر 2 هايبومانيا وديبريشن without مانيا. اللي هو الام دي دي ميجور ديبريشن ديسوردر اللي هو بكون جاينا نوبة ديبريشن without مانيا أو هايبومانيا. عشان نلخصها عنا بروجنوسيس طبعا للبايبولر ديسوردر ان جنرال يعني طبعا بتعتمد البروجنوسيس تاعتنا عشان نقول احنا بدنا نشوف ايش مستواك لازم نعرف ايش اللي هو مضيق يعني يعني احيانا في حالات كثيرة تتحسن لكن طبعا ممكن انه يحدث عنه رجوع يعني اسباب هذا الرجوع يعني ممكن ان يكون بسبب يعني بعض العناصر او بعض الاسباب اللي ممكن تؤدينا في اللي هو تحدد ايش البروجنوسيس تاعنا. اول حاجه اللي هي زياده طبعا زي ما احنا شايفين نمبر اوف بريفيس ابيسود قديش نوبات اتعرض لها هذا الشخص، هل كل سنه بمرق لنا، هل كل شهرين، هل كل سنه، هل كل سنتين او كل 10 سنين، هذه لها دور كبير في الموضوع هذا. تاريخ العائله الفاميلي هيستوري نشوف هل في يعني مالتي فاكتورز بتاثر على الشخص هذا انه يصير عنده ابيسود. فانكشنال انفايرمنت ديورنج ابيسود كيف خلال فترة الابيسود بتاعته هذه كيف احنا كيف احنا بتكون تأثيرها. عشان هيك احنا بنقول يعني ملف المريض دائما لازم يكون موجود عندنا والهيستوري كلها في الملف موجودة. عشان انا اجاني دخل المريض عندي اليوم فتحنا الملف تاعه اتلفت على الباست هيستوري بتاعته اشوف والله لا فعلا المريض هذا النوبة اللي فاتت كانت اخف لا كانت اكثر، فهذا بتأثر وبتعطيني اللي هو عشان اعرف انه هل هي جود بروجنوسيس او باد بروجنوسيس. باست سايكوسيس ابيسود يعني هل كان عنده نوبات دهنية سابقة مرتبطة في البايبولر. 5 باست سوسايدال اتمت هل عنده محاولات انتحار سابقة وقديش عددها طبعا وقديش كيف محاولتها. سوسايدال ريسك يعني بحكينا هنا انه از هاي ان بايبولر 2 ديسوردر. طبعا انا بقول يعني هنا في بايبولر 2 عشان احنا بنقول يعني ممكن نقول عشانها مرتبطة احيانا مع الهايبومانيا مع الدبريشن، عشان هيك ممكن احنا نقول هنا اكثر من البايبولر 1. طبعا يعني ديفرنشيال دياجنوسيس كيف يعني ممكن نشخصها. طبعا سيمتوم ار ذا سيم اوف بوث مانيك اند هايبومانيك ابيسود with difference in duration and severity. Hypomanic episode is less severe. يعني واضحة انه يعني بقول لك بدنا نفرق بين هذا السؤال يعني حتى بيجي في الامتحانات وبيجي في المقابلات يعني حتى سألوه في المقابلات المرة فاتت كيف بدك تفرق بين المانيا والهايبومانيا ابيسود. نقول له احنا حسب الـ duration and severity. الـ duration مين يجاوب لو راح او تراجع نفسك ايش الجواب. الديوريشن قلنا في حاله المانيا بيكون عندنا الديوريشن تاعنا 7 ايام على الاقل لمده اسبوع. في الهايبومانيا لا قلنا على الاقل ممكن يكون لنا او يعني مدتها 4 ايام. في شغله بسموها سايكلوثيميك ديس اوردر يعني بصراحه سايكلوثيميك هذه يعني تيجي او يعني يتم تشخيصها في حال انه كانت يعني على الاقل لازم تكون مدتها 2 سنين من الاعراض في مشاكل عند المريض وفي عنده بعض العلامات والاعراض من الديس اوردر او الاضطرابات على الاقل 2 سنين. لكن ما يميز السايكوثيميك ديس اوردر انه الاعراض لا تصل الى انه احنا نقول عنها يعني كرايتيريا ولا تصل انه نقول عنها والله مطابقة للكريتيريا تاعت البايبولر 1 او البايبولر 2 او المانيا او الهايبومانيا او الدبريشن. عشان هيك احنا بتكون العدد اقل من اللي هو المطلوب وبتكون طبعا الاعراض هذه متعاقبة ومستمرة من الهايبومانيا والدبريشن. لكن عشان نأكد مرة تانية لا تصل الى كريتيريا كاملة، لانه لو وصلت لكريتيريا كاملة طبعا مباشرة احنا حنسميها يا بايبولر 1 يا بايبولر 2. عشان هيك هذه الاضطرابات الموجودة عند المريض هذه بتكون 1 2 لا تصل الى نقول والله 3 او اكثر من اللي هو 7 مثلا تعودنا او من الدبريشن حيكون 9. عشان هيك ما نقولش انه احنا هذه الكريتيريا طبعا بتكونش مطابقة او حسب عددها للجميع الكريتيريا. عشان هيك بنقول عنها سايكلوثيميك ديس اوردر. طبعا لا يمكن ان تختفي الاعراض يعني اكثر من شهرين
لو حكينا يعني بشكل سريع عن diagnostic criteria لل cyclothymic disorder اللي هو for at least 2 years على الأقل سنتين they have been numerous period with hypomanic symptoms that don't meet criteria for اللي هو hypomanic episode and numerous period with depressive symptom that don't meet criteria for major depressive episode. يعني انه هي في اضطرابات لكن لا تكمل او don't meet criteria, لم تكمل الكريتيريا اللي مطلوبة. During the above 2 years, hypomanic and depressive disorder have been present for at least half the time and the individual has been without symptom for more than 2 months at a time. يعني هنقول يعني خلال اللي هو خلال فترة السنتين يعني اللي حكينا فيهم الفترة يعني كانت فترات الهوس والاكتئاب موجودة على الأقل نصف الوقت ولم يكن يعني الشخص هذا بدون أعراض لأكثر من شهرين في المرة الواحدة, يعني طول السنتين فيش شهرين مرة وفيش عنده أي أعراض. الكريتيريا طبعا يعني major depressive manic and or hypomanic episode have never been met, ما فيش قلنا الكريتيريا لم تكمل. ايضا اللي هو not attributable for physiological effect او substance abuse, يعني استثنى الكلام هذا منه. ايضا اللي هو symptom cause clinically significant distress or impairment in social اثرت فيه بشكل يعني اللي هو خفيف. نيجي نحن نتطرق لموضوع المانجمنت عشان يعني اختصارا للوقت ايضا لانه يعني البرامج يعني لم تسمح لنا كثير من العرض يعني للطرق حتى عمل الأدوية وغيره. موضوع المانجمنت العلاج للمود ديس اوردر عندنا احنا اللي هو اهم يعني فارماكولوجيكال تريتمنت بتاعتنا نستخدمها واللي هي دراج اوف تشويس للمود ستابلايزر ليثيوم. يعني احنا هنا بنستخدم أدوية من مجموعة نبدأ فيها الليثيوم اللي هي من مجموعة المود ستابلايزر تسمى هيك مثبتات المزاج مود ستابلايزر. لو قلنا مين أهم دواء في المود ستابلايزر نقول إيش الليثيوم. الليثيوم طبعا هو الدواء يعني خطير ويعني دواء يعني هام جدا تركيز فيه لأنه له سايد إفكت اللي هو خطيرة شوية. أكيوت يعني كنترول في حالات يعني قديش ممكن نعطي للمريض, ممكن نحن نعطي عند 1800 ميلي جرام ديلي. يعني في عنا جرعتين, في عنا حاجة نسميها ريجولار فيرموليشن اللي هو 600 ميلي جرام 2 باي يعني 2 أور 3 تايم ديلي, أو اكستندد اللي هو مطول يعني بيمتص لفترة أطول في الجسم اللي ممكن نعطي 900 ميلي جرام مرتين يوميا. اليوز تاعته أيضا الكلاسيفيكيشن تاعته تسمى مود ستابلايزر اللي هو مثبتات للمزاج تاعته. كيف الاكشن تاعته؟ بيشتغل نيورو ترانسميتر على الموصلات العصبيه, بيعمل انهبيشن او انهبيتور ريليز اوف ثايرويد هرمون هذا اضافي, لكن هو بيشتغل على اللي هو بيشتغل على ديكريز نور ابيفرين اند ديكريز سيروتونين في اللي هو نيورو ترانسميشن, عشان هيك بخفف اعراض الباي بولر تاعتنا بيكون هذا الليثيوم جاب الاكشن تاعه. الجرعة طبعا يعني لما نلاحظها احنا الليثيوم may take a week to begin to work, يعني الجرعة هذه بتاخد وقت للشغل, ضعيفة شوية بتاخد وقت شوية بدها اسبوع او اسبوعين عشان تشتغل. فعشان هيك يعني معظم يعني ادوية النفسية بتاخد وقت لكي تشتغل يعني وبدها اسبوع اسبوعين لما تصل للبيك اكشن تاعها. عشان هيك احنا يعني طيب عشان هيك احنا so sedative are required during this period, عشان انا بدقود انا في مريض عندي هايج فايع باكتيفيتي توكاتيف ببرش اوف سبيتش او غيره, فانا الفترة هذه بقدرش انا ايش اسيبه هيك اقول له والله كمان اسبوعين لسه الدواء بديش عندك. عشان هيك لازم ادي الفترة هذه ادي له معاه حاجات sedative ادوية مسكنات او مهدئات عشان يقدر المريض يهدى وينام ويقدر يعني طبعا يعطى بجانب الليثيوم, لانه طبعا يعني قبل ما يبدا يشتغل الليثيوم انا مباشره بوقف اللي هو السيديتيف اللي كنت اعطيها الادويه الثانيه البديله جنب الليثيوم, عشان انا وقت ما يشتغل الليثيوم اوقف السيديشن. طبعا البلد ليفل
of أو for maintenance and safety in acute mania. هذا رقم مهم. نص ل 1.5 ملي إكوفلنت لكل لتر. هذا إيش اسمه؟ اسمه lithium level in blood. lithium level in blood لأنه أنا هنا بلزمني أنا كل شخص أعمل له اللي هو كل شخص أنا بلزمني قبل ما أعطيه ليثيوم وبعد ما أعطيه ليثيوم وفولو أب للبيشنت هذا إني أعمل له ليثيوم بلاد ليفل أو اللي هو في الليثيوم في الليثيوم ليفل في البلاد عشان أنا أشوف النسبة هذه من نص لواحد ونص من الإكوفلنت. لو بدأت تزيد أنا بعطيني ألارم إنه أنا ممكن يعمل لي حاجة بنسميها إيش؟ توكسيسيتي. توكسيسيتي هنا يعني أوكير كويكلي وين ليثيوم بلاد ليفل ابروشين اباف اللي هو ايش 2 ملي ايكوفالنت. يعني عندما بيبدا اكثر من 2 ملي ايكوفالنت في اللتر بيبدا هنا عندي الارم وحاجه بنسميها توكسيسيتي. ايش علامات التوكسيسيتي عندنا هنا؟ نوزيا، فوميتنج، تريمورز، ماسل ويكنس. يعني هذه شغلات يعني التاكسيا، خلل في الحركه، دراوزي، كونفيوجن، سيجر، كوما. هذه شغلات يعني انتم عارفينها ايضا ويعني عارفين ايش يعني نوزيا وفوميتنج واغلبها السايد افكت تاعتها. لكن لما انا مريض اخذ ليثيوم وتظهر عندي هذه الشغلات ممكن مباشره تعطيني الارم انه في عندي احتمال كبير يكون الليفل الليثيوم مرتفع. في عندنا هنا ايضا معلومه ثانيه انه الاشخاص اللي باخذوا ليثيوم يجب يعني ان ياخذوا بجانبه او احنا ايضا ننصحهم من نيرسينج كونسيدريشن انه احنا ننصح انه ياخذ ايضا ياكل نسبه اكل مالح معه او يعوض ملح. يعني في عده دراسات يعني قالت ايش الخلل. طبعا في دراسه قالت انه الليثيوم يعني هو يعتبر ايضا ملح، ويعني قله تناول الملح الغير كافي يعني بتسبب في اللي هو بتخلي الكلى تحتفظ بالليثيوم، ولما تحتفظ في الليثيوم بتزيد مستوى الليثيوم بالدم. عشان هيك انا لا بدي اخلي الجسم ياخذ الملح اللي انا بعطيه ويطرد اللي هو الليثيوم الزياده اللي في الجسم. عشان هيك احنا ننصح دائما المرضى هذول يراقبوا تناول الملح تاعهم ويكونوا يعني باخذوا قدر كافي، ويتجنبوا ايضا الانشطه اللي بتقدر بتسبب العرق اللي هو المفرط عشان ممكن يعمل سدن اللي هو سولت لوس. في دراسات اخرى قالت انه يعني الليثيوم السبب انه الليثيوم يعني بيتفاعل مع الصوديوم وبيقلله عن وظيفه الصوديوم وبيقلله من شغله في الجسم، فعشان هيك انا لازم اعوض واخذ اللي هو الملح. لكن بشكل عام لازم يعني بيرتبط الموضوع في الملح ولازم انا اعوض الملح. سايد افكت يعني تاعت الليثيوم نيورو ماسكولار افكت، تريمور، ماسل ويكنس، سنترال نيرفس سيستم افكت، يعني ممكن يصير عندنا سلو كوجنيشن. هذه الشغلات يعني تعتبر من السايد افكت. ويد جين، هايبوثايرويديزم، رينال افكت، بوليوريا. فعشان هيك يعني بوليوريا طبعا نتيجه اللي قلنا زي تو من الليثيوم بتطرد الملح او بيحتفظ فيه بتطرده ايضا، فعشان هيك ممكن تعطينا اللي هو بوليوريا. فعشان هيك الليثيوم يعني بنقول احنا يعني السايد افكت تاعته مهمه والتوكسيسيتي خطيره كثير. فعشان هيك احنا لابراتوري تيست are done to ensure adequate functional of laboratory test. عم عملها انا لازم افحص الكدني عشان اتاكد منها، لانه احنا قاعدين نحكي فوق بنقول رينال افكت، الهارت الاملاح هذه كلها بتاثر، ثايرويد لانه احنا قاعدين ايضا قلنا قبل شوي انه بتعمل لي عندي اللي هو الهايبوثايرويديزم، اند الكترولايت الاملاح تاعت الجسم ممكن تعمل لي هايبوناتريميا، هايبرناتريميا. هذه الشغلات كلها لازم انا اضل اعملها باستمرار، ولدرجه انه في بعض المراكز بيقول لك اذا التست تاع الليثيوم ليفل انقطع اوقف اعطاء الليثيوم ليفل لاي مرضى، عشان هيك انه خطير جدا. ايضا من المجموعات الاخرى للادويه اللي هو الانتي كونفلزنت او الانتي كونفلجن، يعني ايضا يعطى كاز مود ستابلايزر للمرضى في فتره اللي هو الابيسود ايضا، او يعطى باستمرار بعد ذلك للمرضى كمود ستابلايزر. لكن الليثيوم يعتبر هو الافضل وهو الاقوى. احنا هذه انتي كونفلزنت تعتبر يعني مساعده له. طبعا يعني نحفظ اسمها بيكفينا اللي هو الكربامازيبين اللي هو تجريتول، بنعطيه من جرعه من 400 ل 1600 ملي جرام ديلي. الفالبورك اللي هو الديباكين يعني من جرام ل 3000 ملي جرام ديلي. لامكتال اللي هو اللاموتريجين 300 ملي جرام ل 500 ملي جرام. وايضا في دواء رابع احنا بنحكي احيانا اللي هو الجابابنتين نيرفنتين، ايضا يعطى في كانتي كونفلزنت.
هلا انت بيجي ان احنا بعديك البنزوديازيبام اللي هو طبعا يعني البنزوديازيبام اللي هو مجموعه الديازيبام او مجموعه البنزوديازيبام اللي هو اهم دوايين فيها حنشوفهم اللي هو ديازيبام الاسيفال، وكنا عارفين الاسيفال يعتبر يعني ايضا انتي كونفلسنت احيانا بنعتبره، واحيانا بيجوا مجموعه البنزوديازيبام. الكلوزابين او كلونازيبام اللي هو الكلونكس ايضا هذا من مجموعه البنزوديازيبام، يوز فور irritability اور agitation لانه يعتبر كمهدئ as sedative and for sleep regulation عشان ينظم النوم، لانه هذا المرض لما نحن كنا نحكي عن المانيا والهايبومانيا ليسوا بحاجه للنوم، no need for sleep، واحنا بهذه الحاله طبعا لازم ندخل البنزوديازيبام عشان يعني يعمل هايبونوتيك. انتي سايكوتيك طبعا حكينا في الانتي سايكوتيك في شابتر السكيزوفرينيا سايكوسيس، الفكره منه هنا انه احنا ممكن يعني بعض الحالات المانيا وغيره تصاحبها هلوسينيشن وتصاحبها ديليوجن، فعشان هيك انا لازم ادخل الانتي سايكوتيك في الموضوع. سايكوثيرابي يعني قربنا للنهايه، يعني هذه السايكوثيرابي بصراحه احنا وضعناها في اخر شيء لانه احنا يعني ما بينفعش نقول والله نبدا في السايكوثيرابي قبل الادويه، لا، لانه حالات الاكيوت مانيا بتكون عندنا في الاكيوت ستيج في الفيرست يعني في بدايه المريض فوعانه، المريض طبيعي يكون شغلتين، يعني هو اصلا نوت انسايت غير مستبصر، وايضا اللي هو غير متعاون معنا، فعشان هيك انا بقدرش اشتغل مع سايكوثيرابي، يعني حتى مكتوب هيو از نوت يوزفول ديورنج اكيوت مانيك ستيج بيكوز بيرسون اتنشن سبام. ليش؟ لانه ايضا مهمه هذه، ليش احنا نعمل سايكوثيرابي؟ لانه المريض هذا احنا لو حكينا في الكرايتيريا ديستراكتابيلتي، فعشان هيك احنا ممكن ما يجيبش فيه فائده، لكن احنا اول ما يهدى المريض ممكن نبدا معاه سايكوثيرابي، يعني بكون المريض مضطرب واللي هو الديستراكتيبلتي والاتنشن تاعته قليله. يعني الفاميلي انترفنشن ايضا يعني مهمه كثير في الموضوع هذا، لكن في حالات اللي اكيوت ستيج والهوسبيتاليزيشن طبعا ايضا غير مفيده. يعني على هيك احنا بنكون يعني حاولنا وضحنا المود ديس اوردر بانواعها اللي هو باي بولر 1 باي بولر 2 سايكوثيميك، وحكينا من خلالهم اللي هو المانيا المانيك ابيسود، وحكينا الهايبومانيا، وحكينا طبعا الميجور ديبريشن يعني حنشرحه في اللقاء القادم ان شاء الله بشكل موسع منفصل، وادويته الانتي ديبريسنت وغيره. يعني نلقاكم ان شاء الله على خير.